اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما سمعتوا كده في التقرير من الزميل العزيز فيصل زيدان قيمه هذا النجم الحقيقه، لانه بجد نجم بمعنى الكلمه، اخلاق واحترام وادب وتدريب، وحتى في اللحظه المصيريه انه يسيب فيها النادي كان بمنتهى الحب وبمنتهى الاحترام وبمنتهى التقدير، تاركا اجمل صوره واجمل ذكرى داخل النادي الاهلي. حواره في الملعب حدث ولا حرج، من حيث الرجوله ومن حيث القوه ومن حيث الجدعنه، علاقاته بزملائه، علاقاته بالجمهور، علاقاته بالإعلام، ما في حد أبدا إلا واتكلم عنه بكل حب وبكل احترام وبكل تقدير. دخل النادي الأهلي يعني شابا يافعا جميلا، وخرج منه وهو نجم في كامل الشهرة وفي كامل العنفوان، خرج منه فقط كلاعب، ولكن تظل ذكراه ويظل اسمه ويظل عطاءه ويظل تقديره ويظل حتى هذه اللحظة في كل مكان الكل بيقدره وبيحترم، ولما لا وهو أيمن أشرف نجم النادي الأهلي سابقا والبنك الأهلي حاليا. أيمن مساء الفل. مساء الفل يا كابتن شوبير، بمسى على حضرتك وبمسى السادة المشاهدين. مبسوط ان انا معاك النهارده، قيمة كبيرة ربنا يخليك، ويعني شرف كبير ليا ان انا اكون مع حضرتك النهارده. يعني احنا اللي متشرفين بيك، وبنشكر إدارة البنك الأهلي سيادة اللي هو أشرف نصار. الحقيقة راجل مجرد ما قلنا له لا يتأخر عننا. أعتقد أنت محظوظ قوي أيمن، إدارة النادي الأهلي مع كابتن محمود الخطيب ورفاقه، ثم إدارة النادي نادي البنك الأهلي مع سيادة اللي هو أشرف نصار ورفاقه. بعتقد برضه بيبقى من حسن حظ البني آدم إنه بيقع في إيد ناس محترمين. طبعًا يعني زي ما حضرتك قلت كده، يعني اللي هو أشرف نصار من الشخصيات المحترمة جدًا، الأب لينا وشخصية يعني مؤدبة وشخصية بيتعامل مع اللعيبة بكل حب وبكل احترام. يعني قريبين شوية يعني السيستم في النادي الأهلي قريبين، يعني بيحاولوا يكونوا قريبين شوية من النادي الأهلي. في تشابه طبعا في شوية ما بين كابتن محمود الخطيب واللواء أشرف في الاحترام والأدب وقد ايه بيحتوي اللعيبة. فيعني الواحد طبعا يعني مبسوط ان هو بيلعب في نادي البنك الاهلي دلوقتي. لا صحيح، ونادي محترم ونادي جميل، لكنه عايز اسالك يعني لما ببص على فرقه البنك الاهلي مثلا على الثلاث ماتشات قدام الاهلي 0-0 وماتش رائع، خصوصا الشوط الاول، قدام الزمالك 3-2 ومباراه في كلام كتير على الهدف الثالث، ضربه الجزاء اللي احتسبت وخسر بيها الفريق في الثانيه الاخيره، قدام بيراميدز من اقوى واجمل العروض خصوصا الشوط الاول كنتوا متقدمين وضيعتوا اربع فرص مؤكده، ان حتى قدام فاركو لما تعادلتوا 0-0 قدمت عرض رائع وكنتوا قريبين من الفوز. بحس انه الفرقه بادارتها ومدربها كابتن طارق مصطفى، مدربين محترمين جدا، نتائجها بلاعبتها طبعا مش على قد امكانياتها. طبعا يعني زي ما حضرتك قلت كده كابتن شوبير، احنا عملنا ماتشات قويه جدا، يعني يمكن اول اربع ماتشات عملنا ماتشات قويه جدا، لكن كان بيقابلنا سوء توفيق غريب. يعني كابتن طارق بيشتغل في الملعب بشكل كويس جدا وبيتعامل مع اللعيبه كلها بشكل محترم يعني، لكن في سوء توفيق غريب. يعني احنا بنبقى كويسين في الماتشات وبنأدي اداء متميز يعني، لكن في الاخر بتخسر ماتشات وبتتعادل يعني بتتعادل في ماتشات. بتمنى ان احنا الفترة اللي جاية ان الفرص اللي بتجيلنا وبنضيعها، يعني في فرص بنضيع فرص كتيرة صحيح جدا، صحيح، بنتمنى ان احنا في الفرص دي نحاول نترجمها يعني بشكل كويس يعني الفترة الجاية. ايمن، الناس بتسأل عنك، انا عارف انك كنت بداية الموسم كنت مصاب وابتعدت عن الفرقة، لكن حالتك دلوقتي شكلها ايه؟ دخولك مع الفريق هيبقى امتى ان شاء الله؟ والله انا فعلا يعني في اخر فتره الاعداد كده جالي شد في ظهري، قعدت فيه بتاع من 10 ل 12 يوم كده. نعم. عقبال ما رجعت كان في لعيبه طبعا كانت بتتمرن وكانت موجوده بشكل مستمر، ولعيبه يعني لعيبه اسماء كبيره ولعيبه كويسه جدا زي عبد الغني وزي جزار وزي سعيد وفي امير مدحت، في لعيبه كويسين جدا واحمد ياسين. ف يعني اشتغلوا كويس. انا طبعا رجعت من الاصابه، كان في ناس خلاص يعني كابتن طارق استقر عليها، فبداوا الموسم والموسم هم كانوا في الماتشات كويسين جدا، يعني فضل ان هو يحافظ على الشكل. اتمنى طبعا الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله واحده واحده ادخل ان شاء الله. ما
بس ايمن اشرف دايما كنت بتلعب باك ليفت، ساعات تلعب في وسط الملعب، ساعات تلعب سيرد باك، واللي انت تألقت فيه بقى سواء مع الاهلي او مع المنتخب. دلوقتي هو بقيت خلاص مساك، ما ينفعش ايمن يروح ناحيه الشمال او يروح في وسط الملعب؟ لا يعني انا كابتن طارق لما اتكلم معايا قال لي انا احتاجك هنا وهنا، يعني كويس تبقى موجود معايا هنا وهنا. في ماتشات الوديه بتاعت فتره اعداد لعبت هنا ولعبت هنا يعني، والحمد لله يعني الامور كويسه. يعني كان في فتره اعداد عملت فتره اعداد كويسه جدا، لكن الحمد لله يعني في شويه يعني النصيب ما حالفنيش ان انا اكمل تبدأ فتره الدوري. اعداد ابدا الدوري يعني. لكن في الاخر هي بتبقى قدر يعني من عند ربنا، وان شاء الله الفتره اللي جايه اكون متواجد يعني باذن الله. مع نظام الدوري الجديد والمفاجآت، يعني انا مثلا نسيت في المقدمه ان انا احيي فاركو كابتن احمد خطاب. الراجل ده باقل القليل الحقيقه عمل السنه فات قعد الفريق في الدوري فيما يشبه المعجزه، ودلوقتي عنده 7 نقاط، كسبان اهو كمان بتروجيت النهارده، ونتائجه اكثر من ممتازه واكثر من رائعه. وكل التحيه لاداره فاركو للكابتن احمد خطاب. وشايف المصري متصدر الدوري، كسبان زمالك وكسبان بيراميدز، ومش هيلاعبهم تاني الا بقى لما لو كانوا ضمن التسعه هم كلهم يعني. فدخول المصري في المنافسه مبكرا، نتائج بعض الفرق زي فاركو، هل ده بيدي حافز للبنك الاهلي انه ما انت اما تبقى في التسعه اللي بيلعبوا على البطوله، يا التسعه اللي لا يقدر بيلعبوا على الهروب من الهبوط؟ الحوافز اللي موجوده عندكم؟ طبعا احنا كنا قبل ما القرعه تتحط واحنا بنحط حوافز نفسنا ان احنا نبقى في التسعه اللي قدام، لكن احنا القرعه لما اتعملت كان عندنا اول من اول 4 ماتشات ثلاث فرق، الاهلي زمالك بيراميدز. بالظبط. نعم. فبالنسبه لنا الماتشات صعبه مش سهله. صح. لكن احنا لسه عندنا الامل ان احنا نخش في التسعه اللي في الاول. طبعا الدوري السنه دي مختلف متكلفت. تماما زي ما بقول متكلفت طبعا يعني. كل ماتش بالنسبه لك كاس. كاس بالظبط كده يعني، كل ماتش بالنسبه لك لو ما خدتش 3 بونت لازم تاخد البونت، ما ينفعش تخسر بالظبط. يعني لازم. فبتمنى الفتره اللي جايه يعني ان شاء الله نشتغل على الجزئيه ديت بشكل كويس. احنا خلاص يعني يعتبر خلصنا الفرق اللي هي يعني الاشد صعوبه، لكن الاشد صعوبه. مفيش ماتشات سهله. لا مفيش ماتشات سهله. لكن الماتشات اللي بعد كده هتبقى شويه فيها ستريس على اللعيبه، لان انت هتقابل الفرق اللي قريبين منك في المستويات، فهتبتدي شويه وانت داخل مضغوط، هيبقى معاك بنقطه اقل، فانت هتبقى داخل مضغوط عليهم يعني. ايمن انت قصه طويله يعني ما بين سموحه، تليفونات بني سويف، مظبوط؟ يعني 3 شهور تقريبا. بس دي اسرع، كانت اسرع حاجه، لان كان وقتها احكي لي شويه. انا كنت رحت تليفونات بني سويف اعاره. من الاهلي. من الاهلي. كويس. رحت اعاره 6 شهور. الفترة دي اللي حصل فيها مجزرة بورسعيد، فالدوري اتلغى، فرجعت الاهلي تاني. كويس. بس يعني قبليها طبعا انا لعبت مع كابتن حسام 2009. 2009 حسام صاحب الفضل الاكبر عليك. حسام طبعا البدر. يعني كابتن حسام طبعا يعني بعد ربنا. حسام هو كابتن حسام البدري طبعا يعني صاحب الفضل بعد ربنا، ان هو حطيني على اول الطريق. هو اللي غير لك من مركزك؟ احكي لي شويه يعني ايه ما بين السرد باك او ما بين المساك، ما بحبش اقول دلوقتي سرد باك، ما بين المساك وما بين الباك ليفت، ما بين الهاف ديفندر ساعات كمان. انا بدات اغير في المساك في سموحه. في سموحه. بدات اغير شويه في سموحه. فلما كابتن حسام شافني في سموحه بلعب مساك وبلعب باك ليفت. مين اللي غير لك مركزك في سموحه؟ كابتن حلمي طولان. عنده عين جامده جدا. جدا. شاطر قوي. يعني من المدربين المحترمين. صح. جدا. صح. حلمي طولان. صح. يعني راجل خبره كبيره. يعني بتليفونات ما لحقتش تلعب عشان اللي حصل في بورسعيد. تقريبا لعبت 3 ماتشات تقريبا. كويس. ورجعت بعد كده قعدت للنادي الاهلي. قعدت فتره، كان مستر مانويل كان هو اللي ماسك. نزلت فتره ناشئين، وبعد كده طلعت تاني. لعبت معاه فتره. وبعد كده كابتن حسام كابتن محمد يوسف جه مسك الفريق. خلصت يعني الفتره دي بتاعت كابتن محمد يوسف ما لعبتش فيها كتير. فطلبت ان انا اطلع اعاره سموحه. كويس. طلعت اعاره سموحه، لعبت اول سنه يعني. طلعت اعاره سنه. عملت موسم كويس جدا. طيب. نادي سموحه طلب ان هو يشتريني من النادي الاهلي، فالنادي الاهلي وافق، فكملت 3 سنين في سموحه، وبعد كده عدت للنادي الاهلي. 3 سنين كاملين عقدك كامل مع سموحه؟ 3 سنين غير السنه، يعني لعبت 4 سنين هناك. ما شاء الله. 4 مواسم. يعني 4 مواسم. يعني كنت بيع كامل مش اعاره بس. انا رحت اول سنه بس اعاره، وبعد كده اشتروني 3 سنين. قعدت 4 سنين في سموحه. قعدت 4 سنين في سموحه. رجع الاهلي اشتراك. قعدت 6 سنين في الاهلي. حلو.
وبعد كده دلوقتي بقى في البنك الاهلي ده تاني موسم ليا. خلصت عقدك اصلا مع النادي الاهلي؟ خلصت عقدي. العقد كان بتاعي خلص في النادي الاهلي ومشيت. انا تقريبا بروح الانديه فري. وده كويس على فكره، طبعا مصلحتك ولمصلحتهم يعني. طبعا. حتى مش هتعبوا في التفاوض مع نادي، في نفس الوقت المقابل بالنسبه لك بدل ما يدفع مبلغ كبير لنادي يبقى طبعا التفاوض معاك مباشره. انا عارف ان انت سلس قوي في التفاوض مع جدا، ما عندكش مشاكل يعني. خلينا نتكلم على اغلى البطولات واهم اللحظات اللي كانت لايمن اشرف في النادي الاهلي. انت جيت بقى وبدا طوفان الانتصارات والنجاحات وعوده البطولات للنادي الاهلي. طبعا يعني الجيل بتاعنا كان محتاج، يعني كنا خدنا دوري والسنه اللي قبليها، وكنا محتاجين ان احنا ناخد افريقيا، يعني كان من اغلى البطولات طبعا بطوله افريقيا 2020 يعني طبعا بتاعه القاضيه، كانت بطوله هي الاغلى طبعا. وتاني بطوله بعديها دوري 2019. دوري 2019 تاني بطوله بعد القاضيه. بعد القاضيه اشمعنى الدوري؟ لان كان انت كنت بعيد جدا عن البطوله، وكان فرق بينك وبين الاول. صحيح. كان فرق كبير. 11 بونت وكنت بعيد يعني او جدا. وكان في حرب بقى مش جوه جوزي كان لا كان لاسارتي. كان لاسارتي. لاسارتي كانت بطوله يعني، كان في حرب بره وجوه ده كان في ناس ساعتها تقول لك الاهلي ضمن البقاء في الدوري الممتاز. الحمد لله كده. أيوة. ضمن البقاء في الدوري بالظبط كده. وكان في حرب بقى كلام وحرب افعال وحاجات بتحصل، فكانت الامور كانت صعبه وقتها جدا. وانت كنت وقتها خارج من افريقيا بهزيمه قاسيه، فكنت محتاج انك تعوض تفرح الجمهور في بطوله الدوري. انت حققت البطولة بعد عمل شاق جدا، وانت حققتها قبل النهاية باسبوع او اسبوعين كمان. يعني كانت الاخر خالص. فكان ليها فرحة حلوة جدا بطولة يعني. الدوري 2019. 2019 حلو. وبطولة القاضية دي بالنسبة لك دول من اغلى اتنين. عايز واحنا يعني من الناس اللي كنا متفقين معاهم يجي في اسبوع القاضية كان ايمن، بس طبعا ظروف الماتشات هناك، وكان في ماتش الاهلي والبنك الاهلي، فقلنا مش من الذوق ولا من اللائق ان احنا نستضيفه. هم كان عندهم ماتش الاهلي، لكن فرصه اسالك عن القاضيه واستعداداتها وظروفها. احنا خلصنا اسبوع القاضيه، لكن السنه بتفضل طول عمرها قاضيه يعني، ما تتنسيش خاصه انت قلت ان دي من اهم الذكريات بالنسبه لك. طبعا. يعني كل جمعه بنفتكر القاضيه يعني. لا يعني ليها احاسيس مختلفه عن اي بطوله، لان هي بطوله جت بصعوبه جدا، في حتى في من اول البطوله في دور المجموعات انت عديت بصعوبه برضو، والادوار اللي بعد كده كانت ماتشات قويه جدا. فوصلت النهائي طبعا فريق كبير زي فريق نادي الزمالك طبعا. فالفرحه بتبقى فرحتين، وانك ما خدتش البطوله دي من 7 سنين قبليها، فطبعا والجيل ده كان محتاج ان هو ياخد البطوله دي. كابتن شوبير يعني كان محتاج ياخد البطوله ديت، لان الجيل ده كان تعب يعني قبليها، وشاف يعني حاجات مش كويسه يعني، نتائج مش كويسه، وكان محتاج ان هو يفرح ببطوله كبيره زي دي. دايما كانوا بيقللوا منكم ساعتها، بقول لك هتعملوا ايه قدام زيزو وبن شرقي وفرجاني ساسي والنجاز واسماء، طبعا اسماء وطارق حامد اظن اسماء كبيره في نادي الزمالك. كان دايما في يعني ايه تقليل من شان لاعبي النادي الاهلي، وحد راح عند النادي الاهلي وعلى يافطه اوعى تنام، مش عارف السوبر بكره، مش عارف ايه القصص والحاجات دي. كنت بتقابله الكلام ده ازاي؟ بالعكس يعني الكلام ده كان بيحفزنا اكتر يعني. تحفيز. بيحفزنا اكتر يعني. بالنسبه لنا احنا لعيبه النادي الاهلي لا تقل فنيا، اسماء حتى لا تقل عن يعني وقتها اسماء نادي الزمالك. بالعكس. احنا كان اسماء اللعيبه اللي موجوده كلها اسماء كبيره. وكان ده بالنسبه لنا الحاجات اللي كانت بتحصل قدامنا، كنا بناخدها بجانب ايجابي يعني، كحافز. كحافز طبعا. انك بتحارب على البطوله ديت تفرح جمهورك، وهتركب يعني الجيل ده ركب يعني لحد النهارده الجيل ده راكب يعني. امتى حسيت ان المباراه دي رايحه طول الوقت رايحه وجايه؟ امتى حسيت بقى ان المباراه دي بتاعه النادي الاهلي؟ بس الاوقات الصعبه داخل المباراه كانت الاوقات الصعبه كره حسين الشحات. حسين الشحات اللي في القائم. يعني اول ما ضاعت انا زعقت جامد فيه. فياسر كان واقف جنبي قال لي اهدى اهدى، انا والله هنكسب والله. ياسر ياسر ابراهيم. فانا يعني قلقت شويه.
قلقت شويه بصراحه، لان هي كانت سهله جدا. جون مفتوح، الجون مفتوح، جون يعني فاضي، وحطها في العارضه، فدي بالنسبه لي كانت مقلقه شويه. ايوه. بعديها لما كره زيزو شاطها وجت في العارضه، خلاص رجعت لي تاني. والله رجعت خلاص، خلاص الماتش ده بتاعنا. لان احنا الشوط الثاني نزلنا كنا احسن، ده يعني صحيح. احنا الشوط الثاني كنا احسن كتير. ما اعرفش، اصل في مقوله قال لك انه الزمالك كان افضل، لما عدت المباراه 500 مره الاهلي كان اخطر، واحنا كنا اكثر وصولا للمرمى، واحنا اكثر تهديدا واكثر سيطره. هو صحيح جبنا الجون بدري بتاع عمرو السوليه، فرحنا شويه، فتقهقرنا شويه، لكن لا توجد فرص للزمالك في هذا اللقاء. بالظبط كده. نعم. يعني احنا نعم. فعلا احنا بعد ما جبنا الجون، ودي ما كانتش تعليمات موسيماني، ان احنا نتراجع كده. احنا تراجعنا، قلقنا شويه من الضغوط اللي كانت موجوده قبل الماتش. صحيح. لكن الشوط الثاني احنا نزلنا كنا كويسين جدا. نعم. يعني احنا مستحوذين على الكوره، واحنا اللي بنوصل، واحنا يعني احنا دايما مستحوذين في نص ملعب نادي الزمالك. لا يعني انا كنت شايف ان الماتش هو يعني الزمالك بعد ما احنا جبنا الجون كان كويس، احنا الشوط الثاني كنا كويسين جدا. كويسين جدا 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 كمان يعني. يعني. نعم. فهم يعني علشان هم برضو يصبروا نفسهم شويه، ده فبيقولوا طبيعي، كده طبعا، ده طبيعي. فبيقولوا ان هم كانوا احسن في الماتش وكده. تعال نرجع بقى لعودتك للنادي الاهلي، ومن ثم اختيارك في كاس العالم 2018. 2018. قصتك مع هيكتور كوبر وقصتك مع كاس العالم، احكي لي. انا الفتره دي كنت لسه راجع 2017 مظبوط. للنادي الاهلي. فانا الفتره دي ما لعبتش اول 6 شهور في النادي الاهلي، لان انا ما كنتش بتقعد في افريقيا، اللي هو ماتش ايوه صح. الوداد. يعني كنت في سموحه متقيد في افريقيا، فما عرفش ان انا اتقيد في افريقيا في النادي الاهلي. لكن فكنت انا كده كنت بروح المنتخب، بس ما كنتش بلعب بشكل اساسي يعني. كان عبد الشافي كان بيلعب هو. انا كنت بروح المنتخب بلعب باك ليفت، يعني كنت مصنف ان انا باك ليفت بس يعني. والباك ليفت الاساسي عبد الشافي. عبد الشافي. وانا الشخصيات المحترمه وانا وكريم حافظ كنا معاه. الشافي من الشخصيات المحترمه جدا جدا جدا، شخصيه جدا. جميله وشخصيه مؤدبه، وحد يعني تحب انك جدا تقعد تتكلم معاه، راجل سلس وجميل جدا يعني. جميله. يعني احنا عملنا فتره اعداد في ايطاليا، والحمد لله يعني كان اسمي من ضمن الاسماء الموجوده في شاركت في مباريات ولا ما شاركتش في كاس العالم؟ لا ما شاركتش، ما لعبتش في. كنت انا وسعد تقريبا والونش وتقريبا 3 4 لعيبه كمان ما شاركناش يعني. هو كان بيحب يثبت تشكيل كوبر. مع ان احنا كنا خلاص يعني، كان اخر ماتش احنا كنا طلعنا يعني السعوديه، احنا قلنا هيغير وكده، لكن هو كان حابب ان احنا نطلع على الاقل بمكسب، بس يعني ما حصلش نصيب للاسف من السعوديه. لكن تظل تجربه مهمه جدا بالنسبه لك، انك قصه كفاح من الاهلي للتليفونات، وبعدين عوده للاهلي، وبعدين سموحه، وبعدين عوده، وبعدين اختيارك للفريق ال 22 لعيب اللي في كاس العالم، شرف ما بعده شرف. ايه طبعا يا كابتن يعني. من يعني انك تروح كاس عالم يعني، حتى لو قاعد على الدكه، فده صحيح. شرف انك لابس تيشيرت منتخب مصر، ده شرف لاي حد ان هو يكون لابس تيشيرت منتخب مصر، وفخر ليا ان انا كنت موجود في كاس العالم يعني. خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين، نرجع نكمل حوارنا الممتع مع النجم اللي منورنا ايمن اشرف. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، بجد ترحيب بضيفي اللي منورني كابتن ايمن اشرف. خلينا ناخد المدربين بقى في حياتك ومحطات للمدربين، عايز تبدا من الناشئين ابدا، عايز تبدا من الكبار ابدا، زي ما انت عايز، من داخل النادي الاهلي، من خارج النادي الاهلي، مصريين اجانب، زي ما تحب تقول. البدايه طبعا يعني من وانا صغير كابتن بدر رجب وكابتن برضه كالعاده كابتن بدر رجب طبعا، بس ما اطلقش عليك اسم. لا اطلق عليا والله اسم. الذكر. الذكر. دايما يقول لي الذكر فهو يعني لا من اصحاب الناس يعني، من الناس اصحاب فضل عليا يعني. جميل بدر رجب طبعا، طبعا الشخصيات الجميله. نعم. يعني. وطبعا كابتن محمد وهبه وكابتن عادل عبد الرحمن، مراحل بقى كويس. كابتن محمد يوسف. نطلع شويه فوق، كابتن حسام بدر طبعا. كابتن حماده صدقي. نعم. في سموحه. حماده في سموحه فرق معاك جدا. جدا. حماده وكابتن حماده وكابتن حلمي طولان. وكابتن حلمي طولان. نعم. كابتن ضياء السيد في منتخب الشباب. ايوه تمام. فلا يعني مدربين علموا معايا علامات كبيره يعني. وطبعا يعني كابتن طارق مصطفى
نعم. وكابتن إيهاب الله يرحمه. إيهاب جلال. فترة المنتخب يعني كان فترة قصيرة، لكن يعني صراحة الله يرحمه كان شخصية كويسة جدا من الشخصيات المحترمة طبعا جدا يعني، وكان مدرب معلم كبير مع يعني. الناس، مدرب طبعا. مدربين أجانب. المدربين الأجانب اللي علموا معايا كانوا يعني فايلر وموسيماني ولازارتي، يعني المدربين اللي علموا معايا يعني شوية. لازارتي وفايلر وموسيماني صراحة. الناس اتخضت لما جه كولر وخد موقف. يعني هو كانت غريبة ما خدش شوية. موقف على طول يعني، هو خد موقف متدرج. يعني ايه اللي حصل بقى؟ احكي لنا بالظبط يعني. والله يا كابتن، هو يعني هي البداية كانت انا كنت انا راجع من منتخب مصر، ولو كنت يعني لعبت في اخر ماتش يعني، نزلت شوية كويس. في ماتش المنتخب، فكان عندنا ماتش في سوسة في تونس في التصفيات، في تصفيات افريقيا في البداية، في دور 32 النادي الاهلي. النادي الاهلي. فهو كانت البداية يعني، هو ما كانش يعرفني لسه، كان هو لسه جاي، واتمرنت معاه تقريبا اسبوع. وبعد كده ده الماتش اللي سافرنا كسبناه 1-0 هناك. بتاع منعم. افتكر لك اسم الفريق، فكرني باسم الفرقه، انا هفتكرها دلوقتي. في سوسه. اتحاد المنستير. ايوه، اتحاد المنستير. اتحاد المنستير. نعم. فهو كان اتكلم معايا قبل الماتش بيوم، وقال لي انت من اللعيبه الكبار ومن الناس حلو. اللي يعني بدايه كويسه جدا معايا ممتاز. يعني. انت من اللعيبه الكبار والمفروض بتساعد الفريق. انا لسه ما شفتكش، فانا الناس اللي عملت معايا فتره اعداد وكده هم اللي هيلعبوا معايا وكده، ماشي. وانت الفتره اللي جايه بقى ان شاء الله تاخد يعني. قلت له ما عنديش مشكله، تمام. دي وجهه نظرك وانا بحترمها. خلاص مشينا بقى. ففضلت قاعد فتره احتياطي فتره كبيره جدا، بتقعد على الدكه. بقعد على الدكه يعني، ما بنزلش خالص، وبتمرن كويس وشغال، ولا بقلب وش ولا اي حاجه، ما بتمرن لكش في عشان علبة الوش انت. فجيت في شهر في يعني قبل شهر واحد باسبوعين ثلاثه كده، كان في توقف دوري. ايوه. فانا طلبت من النادي ان انا اسافر يعني، كان في شويه خشونه في ركبتي وكده، فكنت عايز اسافر اطمن على رجلي يعني. فسافرت، هو ما كانش عايزني اسافر، لان كان في الفتره دي كان عامل ماتشات وديه وكان عايزني. عايزك تلعب. فهو شافها ان انا باخدها بعندي شويه، او ان انا يعني انا كده ما بلعبش، فانا هسافر وكده يعني. فيمكن هي دي نقطه التحول بقى يعني، ايوه، دي تقريبا نقطه التحول اللي حصلت في العلاقه بينك وبين. فبعديها ما بقتش ادخل فتره كبيره، وبعد كده دخلت تاني ما العبش خالص، وبعد كده خلاص. خلاص خلص عقدك، توكلت على الله من النادي بعدها. بس انا عارف ان هم احسنوا وداعك داخل غرفه الملابس كمان طبعا ساعتها يعني. يعني. انا سلمت على الناس كلها، والناس الحمد لله كلها بتحبني وعشره يعني، زمايلي او عمال غرف الملابس او الاداريين او حتى الامن اللي بره، ومجلس اداره طبعا يعني على اولهم طبعا، الاحتفاليه اللي هم فوجئت بالاحتفاليه اللي عملها لك كابتن خطيب والمجلس والنادي، لانه نادرا الاهلي ما بيعمل كده، خلي بالك يعني. بيكتفوا بتكريم داخل غرفه الملابس، لكنه دي احتفاليه غرفه الملابس. دي احتفاليه. انا بعد الاحتفاليه دي يا كابتن، انا روحت يعني، روحت البيت ويعني كنت زعلان جدا. فزوجتي قالت لي تعالى نخرج شويه عشان انت متضايق. فخدتني مروح صعبان عليك نفسك. اخر يوم بقى. نعم. فانا لما مشيت، حضرتك انا دخلت معاك مداخله اليوم ده. ايوه. انا دخلت مع حضرتك مداخله اليوم ده، بعديها مباشره يعني، بعدها ب 10 دقائق تقريبا، كابتن خطيب لقيته بيكلمني. ده بعد المداخله. بعد المداخله اليوم كابتن ده، كابتن خطيب نفسه اللي كلمك. فلقيت هو كان فيه تاني يوم ماتش الحرس. ايوه. فكابتن اللي هو شوبير، ماتش الاحتفال بالبطوله. ماتش الاحتفال مظبوط. بالدوري. فكابتن شوبير كلمني، كابتن كابتن خطيب. خطيب كلمني وقال لي ايمن، انت بكره لازم تبقى موجود مع زملاتك تحتفل بالدوري، حلو. لان ده حقك، انت واحد من كباتن الفريق، وانت شاركت في الدوري دوت بجهدك ولازم تبقى موجود. كويس. فانا كانت نيتي ان انا مش هروح صراحه. ما كنتش هتروح. انا نيتي في الاول يعني، قبل مكالمه كابتن خطيب، انا ما كنتش هروح. واتكرمت في اوضه اللبس فكرمت وخلاص. وخلاص ويعني، نعم. وشكرا وبتاع يعني، وبفكر بقى في اللي جاي يعني. حلو. بعد مكالمه كابتن محمود طبعا يعني طبعا طبعا بتغير يعني المود، طبعا يعني طبعا انبسطت جدا تشعر ان هو بالاحترام قد ايه والتقدير. بالظبط يعني، قدرني جدا نعم. وقد ايه بسطني يعني.
فرحت تاني يوم الاحتفال، احتفلت مع الفريق بالبطوله. كويس. فانا وانا بسلم عليه قال لي انا مستنيك بكره تيجي لي الساعه 10 الصبح في النادي. كمان فانا مش ما كنتش عارف، فبسال الكابتن سيد والكابتن خطيب عايزني وكده، قال له عاملين لك احتفاليه يعني وكده، وهيسلموا لك دراعي وكده. فانا اتبسطت جدا يعني، حسيت بالتقدير الحقيقي ان ثلاث ايام ورا بعض بتتكرر طبعا يعني. نعم. في مع فريقك زمايلي بتتكرم، وبعدين النادي نفسه البطوله يعني مع الجمهور بالبطوله، ثم مجلس اداره مجلس النادي بقى الاداره. نفسه. نعم. فدي حاجه انا يعني ما بتحصلش ما كتير. بتحصلش طبعا. نعم. يعني ما بتحصلش، يمكن دي حاجه خلتني فخور بنفسي يعني. طيب ايه اللي دار في الاجتماع؟ لانه حصل كمان قعده بينك وبين الكابتن خطيب ساعتها، وانت خلاص هتتحرك ورايح نادي تاني وهكذا يعني. ايه اللي دار في الاجتماع بينك وبين الكابتن خطيب؟ بص، هو كابتن خطيب طبعا يعني قال لي العب على قد ما انت عايز تلعب وعلى قد ما تقدر تلعب، وبيتك ده مفتوح في اي وقت فعلا. يعني، انت بيتك ده مفتوح في اي وقت، انت هتخشه في اي وقت. لان انت يعني هو قال لي كده، انا بصراحه ما كنتش متخيل الكلام حلو كده يعني. نعم. يعني انك مثال لزمايلك ومثال للعيبه الناشئين اللي طالعين، الله. انك قاعد سنه كامله ما عملتش ما مشكله عملش واحده، مشكله فعلا، ما عملش مشكله واحده. فانت مثال، نعم. فمثال يحتذى به. فانا بالنسبه لي دي حاجه يعني، انا مش مثال ولا حاجه يعني، بقول لنفسي لا يعني. مثال طبعا. ف لا يعني اتبسطت من كلام جدا، وحسيت بان انا مبسوط يعني، الحمد لله. بس انت تستاهل الحقيقه يعني، لاخلاقياتك ولكل اللي انت قدمته للنادي. في اغنيه حلوه لمحمد فؤاد تقول لك خدني الحنين للمكان اللي كان بيجمعنا وهكذا يعني. هل فكرت تروح النادي؟ هل رحت زرتهم؟ هل رحت حضرت تمرين؟ هل اكيد بتقابله في المباراه، احلى مقابله يعني. لكنه اجواء النادي نفسها بتوحشك؟ بتحب تروح تسلم على زملائك هناك؟ طبعا يعني انا النادي بالنسبه لي بيتي يعني. طبعا. لكن انا ما رحتش صراحه من بعد ما مشيت نادي مرش الاهلي خالص. الجزيره خالص خالص يعني، لسه ما عنديش الجرأة ان انا اروح دلوقتي يعني. ممكن فتره واقدر اروح يعني، هتقدر يعني تروح. واقدر اروح. لكن انا بقابل زمايلي كلهم بره يعني، يعني بنتقابل بره ما انا عارف وبنخرج مع بعض. بتقابلوا علاقتكم جيده مع الجميع لكن يعني. انا دلوقتي انا بروح النادي الاهلي مدينه نصر، لكن الجزيره لسه. ممكن بعتبره جنب البيت هناك. لا انا قاعد هنا في زايد بس يعني. لكن هناك في مدينه نصر انا كنت بروح لكابتن بدر، بعيد الذكريات الطفوله. والله. فبدر موجود تاني دلوقتي، كابتن بدر موجود وقعدته هناك، ما وقعدته جميله طبعا بصراحه، ممتعه. فبحب اروح اقعد معاه جدا. ووليد كمان، وليد وليد سليمان سليمان طبعا. وكابتن محمد شوقي محمد شوقي زميلته برضو. زميلته طبعا في طبعا. الاهلي. فطبعا يعني الواحد بيفتكر في النادي الاهلي، لان انا اتربيت في النادي الاهلي من وانا عندي 7 سنين. مدينه في من مدينه سبع نصر. سنين من وانا عندي 7 سنين قاعد في استراحه الناشئين يا في نهار النادي الاهلي. ابيض. من سبع سنين انت يعني اصلا منين يا عيم؟ انا من المطريه الاهليه، مدينه والله. جنب المنصوره. يعني انت جيت من المطريه على الاهلي، ولا كنت جيت وقعدت في لا القاهره؟ لا، انا والدي كان بيجيبني 3 ساعات 3 ايام في الاسبوع. لا لا احكي لي. يعني انت والدي 7 سنين يعني بتتكلم جد؟ والله يعني انا قعدت تقريبا بتاع 4 شهور في اختبارات. اختبارات كانت 3 ايام في 3 ايام الاسبوع في الاسبوع، وانت 7 سنين، وانا عندي 7 سنين. فوالدك بيجيبك من المطريه ده اهليه. المطريه دي يا جماعه في اخر الدهليه، خلي بال حضراتكم يعني 3 ساعات يعني، مش تقريبا. المنصوره اللي هي جنبنا دي، تمشي كمان شويه حلوين ناحيه بورسعيد كده. والطرق كانت زمان ما كانتش صعبه طبعا. زي دلوقتي، فكان الوقت كان بيبقى طويل شويه يعني، 3 4 ساعات مثلا. ايوه صح. والتمرين كان بيبقى الساعه كام؟ 8 الصبح 9 الصبح، فبتطلعوا الساعة 4 الصبح مثلا مثلا نصلي الفجر ونمشي. كنت انا طفل صغير فببقى نايم، فبيشيلني ويرميني في العربية ورا ونطلع على طول على يا عيني. بس كان عنده عربية. كان وقتها عنده ده عربية، كويس. بس هو يعني بعد المصاريف اللي صرفها عليا باع كل حاجة. والله العظيم. طبعا عشان تلعب كورة. عشان العب كورة، عشان هو كان شايف فيها حاجة يعني. والدي كان يا شايف نهار فيها حاجة. ابيض. من مطرية أهلية من سن مطرية 7 سنين، بتيجي 3 ايام في الاسبوع، وبعدين في فترة الصيف اللي ما كانش فيها مدارس، كنت بقعد في استراحة الناشئين حلو، اللي هم ال3 شهور بتوع الصيف. كويس. بعديها بقى النادي طلب ان انا اغير مدرستي تبقى جنب النادي وافضل في الاستراحة، جميل. فنقلت بقى يعني، قعدت سنتين رايح جاي كده، وبعد كده نقلت في. وبرضه الولد بيجي معاك؟ لا انا قاعد في استراحة الناشئين وهم في البلد. لا اللي كنت تبقى رايح جاي برضه بقى كده. على طول.
والدي مثلا يبقى عنده فترات شغل، والدتي الله يرحمها تجيبني ونيجي الله مواصلات. يرحمها. طب الفترة بقى اللي قعدتها في النادي كنت بدأت سنك يبقى كام سنة؟ يعني 9 تسعة تقريبا. عشر سنين 9 سنين. فضلت في الاستراحة لسن كام بقى؟ انا زملت في الاستراحة كابتن حسام غالي وكابتن عماد متعب. يا اهو انت اهو اهي انا اهو يا نهار ابيض عامل صدق. قصة عبد الحليم حافظ. شكلك كان جميل برضو وانت صغير امور برضو. ايوه ما شاء الله. فتناوب بقى الوالد والوالده يعني ان هم يجيبوك. ان هم يجيبوني. امتى بقى بدات تقبل؟ انت قلت الاول زميلت سنه، زميلت حسام غالي ومين تاني؟ وكابتن عماد متعب والله العظيم. وكابتن اسامه حسني حسام بيلا واحمد صديق. ما انا اشرح بس ان حسام غالي بيلا، عماد متعب بالبيس، احمد صديق فيوم تقريبا، فيوم اظن يعني يا رب ما كنتش غلطان، فيوم او بني سويف يعني مش فاكر. فيوم اظن فيوم يعني. كل دول كانوا مغتربين وقاعدين في الاستراحه. قاعدين في الاستراحه وانت زملته. وعبد الله جلال ومحمد عبد السلام، يعني جيل اجيال كتيره. يعني كل غرفه كان بيبقى فيها ما شاء الله ناس من جيله يعني. طيب امتى بقى بدات بقى تشعر بطعم العناء والمشقه دي، بتدوق طعمهم بقى الحلو انك تتقاضى اجر من النادي؟ يعني من وانا عندي تقريبا 17 سنه. يا نهار 17 18 سنه. يعني 7 سنين او 8 سنين. تقريبا. من اكتر كمان. انت من سن 7 ل 10 سنين كامله. 10 سنين. سن 17 سنه بدات يعني اقبض مرتب كويس يعني. يعني عملت عقد، محترف ب 40,000 جنيه في السنه. كرد فعل الوالد ايه بقى؟ لا اتبسط جدا. اتبسط يعني. دي حاجه مبشره. تتعوض عن العربيه بقى كمان اللي بقى دي كمان. عوضته الحمد لله يعني. طبعا. حس بقيمه تعبه طبعا يعني. هو هو دايما يقول لي ببقى فخور ان ان انا والدك. لا يعني بالعكس، انا اللي ببقى فخور ان هو طبعًا والدي يعني. طبعا ربنا يا رب دايما يعني دعوات الوالدين دول. انا انت يعني تعرضت لموقف انساني صعب طبعا، عنيف جدا في اسكندريه بوفاه الوالده واختك ساعتها. كانوا جاي لك في زياره او كانوا مقيمين معاك ساعتها؟ لا هم جوا لي، زياره. كان عايزين يقعدوا معايا 3 4 ايام كده، وحصلت حادثه هناك وتوفوا يعني. صعب، موقف صعب وموقف عنيف يعني وموقف شديد. يعني انت تتخطاه ده ما كانش بسهوله ابدا يعني. خالص يا كابتن شوبير، يعني فترة صعبة جدا يعني. فترة قعدت سنتين تقريبا، فترة شاقة يعني، فترة شاقة مع النفس يعني. يعني الشغف كان ميت، والحياة كانت صعبة جدا. يعني الشغف نفسه كنت عايز، ما كانش عندك طاقة انك تعمل أي حاجة من كتر الحزن يعني. صحيح. لكن بعد كده الحياة استمرت يعني. بس لعبت يعني رغم الآلام دي، لعبت وكنت جدع وفي الملعب كنت متماسك يعني. الحقيقه انا كنت انا تابعتك بقى بقوه في الوقت ده عشان اشوف تماسكك. كنت متماسك جدا ايمن ما شاء الله عليك. لان دي كانت وصيه ام الله يرحمها. وصيتها يعني هي قبل ما تتوفى كان يعني العيد الكبير. العيد الاضحى كانت كان قبل ما تتوفى مثلا ب 20 يوم. كانت في العيد الكبير، انا كنت في البلد. فهي قعدت معايا وسبحان الله يعني اخذتني على جنب وقعدت توصيني يعني. قالت لي حاسه ان انا هيحصل لي حاجه قريب يعني. فالوقت ده طبعا يعني انا طبعا عيطت وبتاع، ما تقوليش كده، ويعني يعني ربنا يعني ربنا يطول في عمرك وكده. لكن طبعا انا اتفاجئت لان انا كنت في القاهره. كان عندي ماتش كمان. رجعت القاهره. وخلصت الماتش وجالي تليفون. ظابط بيقول لي صاحبة التليفون توفت. فانا مش فاهم في ايه، لان هي كان كلمتني قبلها ب 10 دقايق. يا خبر ابيض. فانا مش فاهم في ايه، فاتخضيت. فاخويا كان قاعد معاها في اسكندريه. فقلت له انزل الحق يعني. فلا يعني كانوا يعني عديت فتره صعبه جدا. فتره فكرت ان انا اعتزل وقررت ان انا اعتزل. لان انا ما كنتش قادر يعني. كان وقتها كان احساس صعب جدا. لكن كابتن حلم طولان طبعا يعني هنا الوالده. هنا دور كابتن حلم طولان معاك بتقول. دوره دوره كان كبير معايا بصراحه في الموقف ده. بني ادم جميل كابتن حلم طولان جدا يعني. يعني انا طبعا دي حاجه بشيلها له يعني، ان هو قومني من على الارض وساعدني هو. يعني هو اللي ساعدك. كان خد بايدك ساعتها. هو مع انه ما كانش مدير فني نادي سموحه وقتها، والله لكن هو ساعدني.
يعني ما كانش المدرب ساعتها، بس هو كان ممرني قبلها قبل كده عارفك يعني. فهو كان يعني كان في بينا علاقه كويسه، فضل وراك. فضل ورايا لحد ما رجعت تاني. جميل قوي الكابتن حلمي ده، من البني ادمين المحترمين، وانت مدله بفضل كبير يعني. طبعا طبعا يعني حتى يعني انا بحبه على المستوى الشخصي جدا. والله يعني جدا شخصيه جميلة. جميله جدا يعني. خلينا نروح لفاصل ونرجع بقى، عايزين نستعيد يعني حكاوي كتيره جدا، ونتكلم في الحاضر ونتكلم ان شاء الله في المستقبل مع اللي منورنا مشرفنا كابتن ايمن اشرف. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، وبجد ترحيب باللي منورني كابتن ايمن اشرف نجم منتخب مصر والنادي الاهلي السابق ونادي البنك الاهلي حاليا. كابتن ايمن هستاذنك معانا مستر جوليرمو المادا المدير الفني نادي باتشوكا، ده بقى نادي مهم بالنسبه لنا. باتشوكا هيلاعب بوتافوجو، والكسبان هيلاعب النادي الاهلي في كاس التحدي اللي هي نصف كاس العالم او قبل نهائي كاس العالم انتر كونتيننتال اللي بتقام في قطر باذن الله. فاستاذنك بس ايه نحيي الراجل مستر المادا. مساء الخير. مساء الخير هنا في المكسيك، نحن في فترة العصر أو الظهيرة. أنا سعيد للغاية لتواجدي معكم في هذا البرنامج المهم للغاية، وفي مكان ومقدم كبير مثلك، لاعب كبير في مصر ومقدم أيضا برامج تلفزيونية كبير في مصر. أشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى لك التوفيق الشديد جدا. عندك تحدي صعب، باتشوكا المكسيكي وبتلتقي مع بوتافوجو البرازيلي، مباراة شفناها رغم انه بيلعب ب10 لاعبين من بداية اللقاء امام اتلتيكو مينيرو، لكن بيفوز بثلاثية، بيقدم عرضا رائعا. بالتأكيد تابعت المباراة، شفتها ازاي وانت المنافس المقبل بالنسبة له؟ أعتقد أن مسار المباراة كان مثير وللغاية. بعد اللعب بالطرد المبكر في المباراة، الجميع أعتقد أن المباراة كان تذهب إلى أتلتيكو صالح أتلتيكو مينيرو، ولكن فريق بوتافوجو فريق مميز للغاية، يمتلك عدد من اللاعبين المميزين على المستوى الفني. أنت تتحدث عن فريق برازيلي يمتلك مقومات كبيرة، وبالطبع ستكون مباراة في غاية الصعوبة بالنسبة لنا، وأتمنى التوفيق لنا في المباراة. طريقة اللعب متشابهة، يعني الكرة المكسيكية برضو بتعتمد على القوة، بتعتمد على السرعة، بتعتمد على التحولات السريعة من الهجوم للدفاع والعكس صحيح. يعني إزاي تقدر تشوف إمكانيات فريقك وفريق له اسمه وله تاريخه في مواجهة فريق بحجم وقوة بوتافوجو؟ حسنا، ليس لدينا أي سبيل آخر سوى أن نقدم مباراة كبيرة أمام فريق مثل بوتافوجو، يمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزين، وأندية البرازيل معروفة في أمريكا اللاتينية، والأندية البرازيلية أنت تعرف أنها تهيمن على بطولة كوبا ليبرتادوريس في السنوات الأخيرة. وأعتقد نعم هو فريق يمتلك أفضلية طفيفة كونه بطل كوبا ليبرتادوريس، وفريق باتشوكا لم يخوض مباريات منذ فترة بسبب انتهاء المرحلة الافتتاحية في الدوري المكسيكي الأبرتورا منذ شهر تقريبا، على عكس بوتافوجو خاض مباراة رسمية مؤخرا. ولكن أعتقد أننا بصدد مباراة قوية سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي. بالإضافة لكأس الانتر كونتيننتال، أنت كمان ستشارك في كأس العالم للأندية بثوبها الجديد في أمريكا. بدأنا نشوف كده ملامح المستويات، أندية تقيلة، أندية أوروبية عظيمة، أندية من أمريكا الجنوبية عظيمة، ومن منطقة أفريقيا وآسيا أيضا أندية عظيمة. كيف ترى بطولة كأس العالم للأندية في ثوبها الجديد في أمريكا بمشاركة 32 فريق وفرص فريق باتشوكا في هذه البطولة؟ بس
بكل تأكيد ستكون قائمة الفريق ستكون مختلفة تماما. عندما خرجنا بين كنا بط أبطال الكونكاكاف بعنا بعض اللاعبين، وبالتأكيد أن الفريق سيضم عدد من الصفقات المميزة، سيكون الاستعداد مختلف للغاية لهذه البطولة. سنقوي القائمة الفريق، الفريق يمتلك العديد من العناصر الشابة، لاعبين شباب من المكسيك لا يمتلكون قوة المشاركة في مباريات وبطولات بحجم كأس العالم، وبشكل خاص في الشكل الجديد للبطولة. أعتقد أننا نحتاج إلى أكثر من لاعب مميز، سواء من داخل أمريكا اللاتينية أو من خارجها، ولأنك تتحدث عن بطولة تنافسية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. في حالة فوزك على بوتافوجو البرازيلي تلتقي مع الأهلي بطل إفريقيا، هل تابعت للأهلي مباريات؟ هل شاهدت مباراة الأهلي والعين؟ هل لفت نظرك حد من لعيبة النادي الأهلي، ولا كل تركيزك في بوتافوجو البرازيلي؟ نعم، شاهدنا مباراة الأهلي والعين، قمنا بتحليل بعض النقاط، اللاعبين المميزين في الفريق. نعم، التركيز كان في المقام الأول على متابعة من سيفوز من بطل أمريكا الجنوبية، سواء بوتافوجو أو أتليتيكو مينيرو، ولكنك تتحدث بكل الأحوال عن فريق كبير مثل الأهلي بطل أفريقيا، يمتلك العديد من اللاعبين المميزين. ولكن دعني أقول لك أننا يجب أن نركز في الخطوة الأولى أمام بوتافوجو في المقام الأول، لأنها المباراة التي ستعطينا حق المرور إلى مواجهة الأهلي. لا يمكن أن أفكر في الأهلي دون أن نعد الفريق جيدا، ولكن الأهلي بالطبع فريق كبير في القارة الإفريقية، خصوصا أن الأهلي فاز في آخر كأس عالم للأندية على أو ما قبلها على مونتيري المكسيكي، وقدم عرضا رائعا رغم أنه كان ينقصه العديد من اللاعبين. وأيضا الأهلي له سابق تجارب مع الأندية المكسيكية، ما بين فوز وما بين هزيمة، لكن دائما وابدا الكفتان يعني بتكونوا او بتكونان متساويتان. يعني خليني كمان اسالك عن مهاجمك الفنزويلي الشهير راندوم، كل بيشيد بيه وبامكانياته، هل بتضع يعني امالك وطموحاتك فيه، ولا من الممكن قبل كاس العالم نلاقيه ترك النادي واحترف في نادي اخر؟ نعم، انت تتحدث عن لاعب يمتلك خبره كبيره سواء في القارة الأوروبية، في مسيرته لعب لعديد الأندية الأوروبية. هو لاعب مهم للغاية بالنسبة للفريق. الأمر صعب بالنسبة لخوسيه سالومون روندون في الفترة الحالية، لأنه خاض العديد من المباريات. أنت تتحدث عن أكثر من 60 أو 70 مباراة خاضها مع منتخب، مع الفريق، سواء في بطولة الكونكاكاف كان هداف بطولة الكونكاكاف وهداف أيضا البطولة المرحلة الافتتاحية في الدوري المكسيكي. اللاعب في مرحلة من الراحة إلى حد ما بسبب المباريات العديدة التي خاضها والحمل البدني الكبير الذي تحمله هذا اللاعب، بالنظر لسنه الكبير في الوقت الحالي. لا يمكن أن نعتمد بشكل كبير على اللعب في بطولات عديدة، ولكنه بالطبع أحد العناصر المهمة بالنسبة لنا. كلمة لتقولها لقطر وتنظيم هذه البطولة، الحقيقة مباراتك مع بوتافوجو، ثم في حالة فوزك مباراتك مع النادي الأهلي المصري، وخصوصا أن قطر استقبلت كأس العالم 2022 وقدمت مستوى تنظيمي على أعلى ما يكون. نعم، نعم، أنت تتحدث عن مرجعية كبيرة بالنسبة لنا كأس العالم. لا نمتلك الكثير من الوقت لنفكر في كيف ستنظم قطر هذه البطولة، لأننا شاهدنا تنظيم رائع في بطولة كأس العالم. الجميع أشاد بالمنشآت وبسهولة التحرك بين الملاعب، المسافات القريبة، فنادق الإقامة، ملاعب التدريب، ولهذا أعتقد أن هذه البطولة ستكون أيضا بطولة رائعة.
انا بتمنى لك التوفيق ان شاء الله، اسم رائع ليك كمدرب، مدرب محترم واسم كبير في عالم التدريب، وايضا مع نادي كبير جدا نادي باتشوكا المكسيكي، وان شاء الله نلقاك قريبا في مصر، تزور مصر وتستمتع باجواء مصر وايضا باثار وكل ما موجود في مصر من كنوز. بشكرك شكرا جزيلا مستر المادة المدير الفني لنادي باتشوكا المكسيكي. أشكرك على هذه الاستضافة، كان شرف لي أن أتواجد معكم. مصر تمتلك ثقافة كبيرة أبهرت الجميع بثقافتها وبتقاليدها، بلد ممتع، بلد جذاب، بلد يمتلك الشغف أيضا لكرة القدم ولهذا هو شرف لي أن أتواجد معكم وأن أشارك معكم أحد اللحظات في مشاهدة ومتابعة الآثار المصرية والحضارة المصرية العريقة. إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا مستر المادة المدير الفني نادي باتشوكا المكسيكي. أكتر حاجة بتفرحني أوي أيمن الناس دي تكون عارفة قيمة بلدنا، تكلم عليها بكل الاحترام ده والحب ده. هو مش مطالب على فكرة انه يتكلم، لكن شوف تقدير مصر في اللي هو راجل اوروجواني كان لعيب مهم جدا وعايش دلوقتي بيدرب في المكسيك بحكم عمله، لكن شوف الاحترام والتقدير لاسم مصر وتاريخها وكنوزها وحضارتها. طبعا يعني ما فيش اتنين يختلفوا عن مصر بره طبعا، يعني الناس كلها عارفه قيمه مصر يعني وفي العالم كله يعني يعني مصر بلد حضاره وناسها طيبين والسياحة عندنا كويسة وكل حاجة، يعني بصراحة في مصر بشوفها حاجة كويسة جدا يعني. طبعا بلد جميل. عملت ايه بقى تاني؟ مش عارف كل شوية يجي لي نادي قصة القضية دي تيجي على دماغي، ما بحبش ان انا انساها يعني. انا جبل لما اتهموك وقالوا ضربة جزاء وبن شرقي والقصة والحدوتة والإعادة ظهرت بدل المرة ألف مرة، اديني بقى مشاعرك ساعتها كده وقول لي انت كان احساسك ايه؟ كنت واثق ان ما فيهاش حاجه ولا جالك شك ولا الدنيا ايه؟ لا انا كنت واثق ان هي ما فيهاش حاجه خالص، لان انا لان انا يعني هو اشرف كان اشرف بن شرقي ذكي يعني من اللعيبه الاذكياء يعني، فهو عايز يدخل ال 18 ويحسس الحكم ان انا يدبسك يدبسني يعني بس انا طلعت اذكى منه وسبت نفسي لان انا عارف يعني انا عارف انا قريب من الكوره وهو مسك دراعي عمال يكتفك مسك دراعي على اساس ان انا اللي اكون باين ان انا اللي ماسكه مش العكس كل ده طبعا في اقل من ثانيه فانا قررت وقتها ان انا اسيب نفسي يعني قررت وقتها لان انا سبت نفسي وقعت سبت نفسي وقعت لان انا خلاص يعني مش عايز لان ده نهائي ايوه يعني الناس تفتكرك بحاجه كويسه طول حياتك طبعا طبعا بس برافو عليك انت هنا بتحللها صح يعني انا يعني سبت نفسي شد ايدك انا سبت نفسي في الاخر يا كابتن لان انا لو كنت كملت جري معاه انا كنت ممكن اكعبله في رجله او حاجه مظبوط صحيح غير ما انا فانا سبت نفسي وكنت باعد رجلي حتى اللي ورا لكن هي في الاخر ما يعني هي ما اتحسبتش وهي فعلا ما فيهاش حاجه ما فيهاش حاجه انا اتخضيت حتى كابتن جمال الغندور وجمال غندور ده حبيبي يعني فانا زمان شفته في تحليل وانا ما بنساش فسالوه قال لهم يا جماعه طالما الفار ما جابش يبقى ما فيهاش بنالتي ده اللي قاله جمال غندور اول مره طالما الفار ما جابش يبقى ما فيهاش بنالتي والاثنين متفقين الحكم والفار بعدين شفته قريب فلقيته قال يا جماعه دي مش محتاجه ضربه جزاء واضحه مش محتاجه يعني فرحت مكلم فكلمته على الايه المقابله الثانيه يعني فقال لي اصلها واضحه قلت له طب استنى اما ابعت لك ايه اللي انت قلته الاولاني فرحت بعت له لا كابتن جمال ما تعرفش تكسبه في الكلام قال طب الكلام اتغير في قلت له اتغير في الاولاني انت بتوضح انها مش بنالتي خالص والثانيه بتقول انها ضربه جزاء تفضل بقى قعدنا ناخد وندي يجي ساعه في الكلام قلت له كابتن جمال ما حدش بيعرف يغلبك في الكلام يعني ساعتها لكن انا الحقيقه فعلا استغربت ساعتها انه البعض قال ان فيها ضربه جزاء والقصه اصلا بعيده خالص يعني كابتن انا لحد النهارده بمشي في الشارع الناس بتيجي تسالني هي ضربه جزاء ولا لا والله بامانه ضربه جزاء ولا اقول له ما فيهاش حاجه يعني انت اصلا ما بتكذبش يعني خالص والله ما يعني. فيهاش اي حاجه خالص لا يعني نهائي من غير ما تعرف هي ما فيهاش يعني. اي حاجه خالص ويعني والحمد لله ان هي ما اتحسبتش يعني لان كان ممكن يبان في الفار كمان يعني كان ساعات ممكن تبقى خادعه ممكن تبقى خادعه والفار يجيبه في الاخر كان موسيماني علاقتك بيه موسيماني لا كانت علاقه طيبه يعني كانت جيده علاقه كويسه يعني كان على قناعات تامه بيك
جدا يعني جدا من يوم ما دخل النادي لحد كمان يعني ما مشي، يعني هو عنده قناعه تامه بيا يعني. طيب تعالى بقى اسالك على مرحله البنك الاهلي. قعدت كتير لانه ساعتها كان كلام كتير ايمن اشرف ورايح الزمالك وتفاوض والزمالك كلموني وانت كان عندك من الامانه ما يكفي، انت قلت الزمالك ما كلمونيش. لا هم ما كلمونيش شخصيا، بس هو كلام حاجه زي كده. يعني كان في وكله في النص وكده، انا يعني قفلت الباب من الاول يعني. قلت مش هقدر ان انا يعني اخد الخطوه دي. نعم طبعا انا مش بزايد كابتن شوبير، لان الناس الزمالك نادي كبير وجمهور الزمالك جمهور كبير، فالواحد مش بيزايد على ناس الزمالك. لكن الحقيقه ان انا عندي تاريخ كويس، تاريخ محترم الحمد لله في النادي الاهلي. فانا في الاخر انا هبقى محسوب على النادي الاهلي يعني. ويكفيني شرف ان انا ابقى محسوب على النادي الاهلي. فكان ملف مغلق تماما بالنسبه لك. بالنسبه لي فاضل لك قد ايه في عقدك مع البنك الاهلي؟ انا خلاص السنه دي. السنه دي بتنوي الاستمرار؟ احنا بقينا كام سنه ايمن دلوقتي؟ انا 33 سنه. لا ده لسه بدري قوي. لا ده لسه بدري قوي يعني. لسه. ده لسه بدري كتير يعني. لسه يعني ناوي ان شاء الله لسه شويه الحمد لله يعني. بتشتغل لوحدك بره يعني؟ كتير من اللعيبه بيشتغلوا جيم، بيجهزوا نفسهم بره بعلم النادي طبعا، بيبقى عندهم تدريبات تخصصيه. هل بتعمل ده ولا مكتفي بالشغل اللي جوه النادي؟ لا طبعا انا بزود طبعا مع نفسي بره. أيوة. لان انا قدرات البدنيه عندي كل ما السن شويه بي 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 بيكبر كل ما تحتاج يعني انك تشتغل بدني اكتر يعني. المحطات الاهم بقى بالنسبه لك مع البنك الاهلي، لان انت رحت على نادي البنك الاهلي يا دوب شويه كده وبعدين بدات تلعب اساسي. السنه اللي فاتت كانت البدايه للفرقه مش جيده وبعدين خلصته بشكل جيد. المحطات، المباريات المهمه اللي فرقت مع ايمن اشرف واللي فرقت مع نادي البنك الاهلي. يعني الماتشات المؤثره اللي رجعتنا شويه او خلت شكل الفريق كويس كان ماتشين المصري كسبناهم، ماتش 4 وماتش 5، ماتش الاهلي كسبنا 4-3. في ماتشات كتيره يعني. المقاولين برضو كسبنا 5 وكسبنا 3 يعني. كسبنا ماتشات كويسه يعني وماتشات مؤثره رجعتنا على الخط تاني يعني. انت لاعب راجل ولاعب 1+1=2 بالنسبه لك يعني. في مباريات النادي الاهلي وانت كنت واحد من اعمده النادي الاهلي ومن نجوم النادي الاهلي وبتكسب النادي الاهلي 4-3 كمان، بتبقى مشاعرك عامله ازاي؟ خصوصا انت عارف احنا ما شاء الله، يقول لك بص ايمن اشرف مفوت الجون عشان الاهلي، بص محمد عبد الغني مفوت الجون عشان الزمالك. عندنا في مصر بيحبوا الحاجات دي شويه. لا مفيش حد هيفوت مفيش حد هيفوت حاجه يعني عشان يكسب فرقته السابقه. وده بيتي يعني، هو النادي الاهلي بيتي طبعا. وانا اتربيت في النادي الاهلي ان انا يبقى عندي شرف وعندي امانه في شغلي يعني. حلو. فانا في شغلي عندي امانه طبعا. طبعا بعيدا عن بيت النادي الاهلي، انا ببقى داخل كل ماتش ان انا ببقى عايز اكسب، لكن مشاعري طبعا ببقى عايز فرقتي تكسب طبعا. ده مش عايز كلام. يعني ببقى عايز فرقتي تكسب. لكن انت بتلعب قدام الاهلي يعني سنين طويله جدا في الاهلي وبعدين بتلعب قدام النادي الاهلي وبتكسب النادي الاهلي كمان، ما هي مشاعر مختلطه طبعا مع فرقتك، عايز تكسب وعايز تبقى كويس وكل حاجه، لكنه من جوه الواحد برضه بقى عنده مشاعر مختلطه يعني. طبعا يعني هو في الاخر يعني انا ابن من ابناء النادي الاهلي ولاعيب محترف، لكن انا في ماتش مثلا 4-3 بتاع السنه اللي فاتت، انا صراحه بعد الماتش كنت مبسوط يعني، كنت مبسوط أكيد. ان انا كسبان. مبسوط جدا ان انا يعني رديت على يعني كلام يعني كتير، رديت على تساؤلات كتير وعلى كلام كتير انا كنت حابب يعني ارد في الملعب يعني. ما اردش بره ولا اتكلم بره، ردي كان في الملعب ان انا ادي بشكل كويس جدا وان انا اكسب في الاخر يعني. اصابه ابو جبل، انضمام عبد العزيز البلعوطي للفريق ولعبه اساسي. طمنا الاول ابو جبل راجع امتى لو عندك معلومه، واعتقد ان البلعوطي اضاف بشكل جيد لنادي البنك الاهلي. طبعا يعني ابو جبل طبعا من الاجوان كبيره في مصر وجون يعني شخصيه كويسه جدا وفي الملعب جون كبير. هو رجع معانا التمرين رجع يعني رجع التمرين وبدا يتمرن دلوقتي،
ويعني غالبا يعني قدامه مثلا شهر كده قبل ما يبتدي ياخد ماتشات. يعني انا بتصور مع نفسي يعني ما اعرفش المعلومات، يعني من خلال من رؤيتك خلال يعني. رؤيتي انا شهر شهر ونص ممكن يخش ياخد ماتشات. يعني البلعوطي بيأدي بشكل كويس. البلعوطي ما شاء الله عليه، يعني هو اصلا من متربي في النادي الاهلي، ايوه، من اشبال يعني النادي الاهلي من طبعا. اشبال النادي الاهلي، وشخصيته شخصيه جميله، نعم وجون عنده ثقه كبيره في نفسه، صحيح. يعني جون واثق في نفسه جدا، وانا بحب الاجوان دي بصراحه. وعندنا احمد صبحي برضه يا ده كابتن ولد شوبير، هايل هايل موهوب، هايل، لعب هايل السنه اللي موهوب. فاتت بعد اصابه ابو نعم جبل، موهوب، ادى نعم بشكل كبير هايل، جدا برافو عليك. يعني. صح. فبصراحه الثلاثه جوان كبيره، يعني جوان سألت كويسه. أبو جبل إيه كواليس عدم انضمام النادي الأهلي؟ لا يعني هو ما رضاش يتكلم في القصه دي كتير، يعني هو في الاخر حس ان خلاص يعني الباب اتقفل، فخلاص هو بس هو زعل شويه فتره، طبعًا. يعني هو زعل شويه فتره، لكن في الاخر خلاص هو رجع اشتغل تاني واتمرن ورجع، وبعديها فعلا كان كويس جدا، يعني شالنا في ماتشات كتيره جدا صحيح. ابو جبل. نعم. لكن هو ما اتكلمش في الموضوع ده كتير يعني. وده كان افضل لانه بيركز مع فرقته خلاص يعني. خلاص يعني في نعم الاخر انت مفيش حد ياخد اكتر من نصيبه، وانت خلاص صحيح، يعني كلها اقدار، فانت كلها قدرك في اقدار. مكان نعم فخلاص كمل في القدر بتاعك، واجتهد وتعب على قد ما تقدر يعني. استاذنك اروح لفاصل وارجع اكمل مع نجمنا اللي منورنا النهارده كابتن ايمن اشرف. اهلا بحضراتكم من جديد. في سنه سموحه كان قريب قوي من بطوله الدوري العام، كان كابتن حماده صدقي هو المدرب في التوقيت ده. توصلتوا الدوري، كنت هتكسبوا الدوري فرق جون باين على الاهلي، فرق جون والكاس والكاس نهائي قدام خسرنا الزمالك، ده حصل حاجه دراماتيكيه والاتوبيس وشغلانه وانا فاكر حتى الكابتن حماده قال لما الاتوبيس اتكسر كنا ما كانش هيلعب المباراه، حصل ازمه ده كبيره. حقيقي صح، حصل ساعتها ازمه كبيره حصل ازمه وقتها، وكابتن حماده كان ما كانش عايز يلعب المباراه، لكن في الاخر هاني هاني قلت عجزي ضيع في ماتش الاهلي كوره، كان قلت بس هو كان شعره، لو شعره طويل شويه كان الشعر فرق في بطوله الدوري واهدى بطوله الدوري للنادي الاهلي. انا عايز اسالك الحقيقه، لقيت جيل ابو تريكه وبركات ومتعب وائل جمعه، الجيل العظيم ده، لكنك استمريت بقى وحققت بطولات كمان، هل يعني بتؤمن بالموضوع التنافس بين الاجيال ده، ولا ممكن زي البعض يقول لك لا جيل ابو تريكه ومتعب هو ده الجيل الافضل؟ يعني احنا عندنا كانوا يقول لك جيل الخطيب واكرامي وثابت ومصطفى عبده ومختار، بعدين نرجع يقول جيل يعني زي الجيل اللي قبل كده طبعا. نعم. فلا يعني، لكن انا ما بفضلش ان الناس تقارن ما بين ما تحبش الجيلين. المقارنات. ما بحبش، لان ده مر بظروف معينه وده مر بظروف معينه. احنا وقتنا كان برضو الفرق تطورت بشكل كبير صح جدا في صح افريقيا، حصل، وحتى في الدوري بشكل كبير جدا تطوروا تكتيكيا، والامور كانت في تطور كبير يعني. دايما الجيل عندكم بيرمز ليه بمحمد ابو تريكه. طبعا ابو تريكه وائل جمعه بركات وكلكم، لكن دايما ابو تريكه يمكن كان الاكثر نجوميه، كان الاكثر شعبيه يعني. هل تشعر انه خد من نجوميه ناس كثيره كانت موجوده معاه في نفس الجيل؟ طبعا يعني بركات كان برضو كان حاجه عظيمه جدا يعني. نعم. كابتن ابو تريكه طبعا يعني حاجه، طبعا حاجه جميله طبعا، حاجه جميله، لكن في ناس تانية برضو في جيله اتظلموا كأسماء. هو كان نجمه نور سطع. نور كان نور عشان المنتخب كمان، عشان المنتخب. نعم. يعني تلات بطولات برضو، او هو خد بطولتين من التلاتة. انت خدت كام؟ لعبت خدت بطولات ايه مع المنتخب؟ لا انا ما خدتش بطولات كاس مع المنتخب. التأهل لكاس العالم، التأهل كاس عالم، ولعبنا لعبت بطولتين افريقيا ووصلنا نهائي، وما ما حصلش نصيب. وبرضو في تصفيات كاس العالم اللي هي بتاعت ماتش السنغال، نعم. وفي الاخر خسرنا ضربات جزاء هناك في ضربات، كنت السنغال. موجود معاهم هناك. كنت موجود. لعبت. بس هو ابو تريكه هو الاكثر نجوميه، لكن بتقول ان في لعيبه في طبعا يعني في بركات يعني في جيله، و وائل جمعه يعني، وسيد معوض طبعا مع حفظ الالقاب طبعا، طبعا كلهم كلهم كباتن طبعا. كبار نعم. يعني. محمد شوقي، شوف محمد شوقي من طبعا الناس من المحبين. جدا.
وطبعا يعني حسام عاشور من الناس اللي وقتها ما كانش واخد حقه جامد طبعا جدا طبعا، لان النجوميه بتاعت الناس التانيه كانت طاغيه. كان طاغيه. جاهز لاقر واعترف؟ يلا بينا. اقر واعترف مع اللي منورنا النهارده كابتن ايمن اشرف. ايمن اشرف، تقر وتعترف انه احد اسباب ازمتك مع كولر هو استخدام اخوك للسوشيال ميديا في مهاجمته؟ لا يعني ما مش ده الاسباب خالص. هو كان من وجهه نظره ان في حاجات اسباب فنيه يعني اسباب كمدرب. فنيه. ولما انت سافرت؟ ولما انا سافرت كانت هي من الازمه. بعد كده هو بدا يعاند يعني. نعم. وياخد موقف. لكن خرجت من الاهلي سلمتوا على بعض بشكل كويس و يعني مسلمنا على بعض جدا يعني. ان انا في الاخر هو مدرب النادي الاهلي وانا بحترم يعني. انا بعد كل ده هاجي في اخر اليوم وما سلمش عليه؟ تقر تعترف ان رحيلك من الاهلي كان نتيجه طبيعيه لتراجع مستواك وعدم قدرتك على اقناع المدير الفني بقدراتك؟ لا خالص. لا. انا ما لعبتش طول السنه. يعني ممكن تتقال في حاله ان انا لو لعبت. نعم. ما قدمتش حاجة فمستواي ما كانش كويس، لكن أنا ما خدتش أصلا يعني. نعم. تقر وتعترف إن موسيماني هو المدرب الوحيد اللي اقتنع بيك ومنحك الفرصة خلال مسيرتك مع الأهلي؟ لا. في مدربين كتير يعني، فايلر ولازارتي وكابتن حسام بدري وحتى كارتيرون يعني. كارتيرون كمان. يعني كل المدربين دي انا لعبت معاهم. لعبت معاهم وكان ليا دور كويس جدا معاهم يعني. الوحيد اللي ما لعبتش معاه كان كولر. تقر وتعترف انك وافقت ان انت تلعب كمدافع لانك ما قدرتش على علي معلول في مركز الباك ليفت؟ لا يعني، بس هي الفكره ان انا وقتها لعبت مساك. انا كنت جاي باك ليفت ومساك. بس ده كان بيني وبين كابتن حسام. ايوه يعني انت جاي باك ليفت، هو قايل لك كده. بس انت جاي معايا هتلعب مساك. والله كان متفق معاك من بدري على كده. فلما بدات العب جوه كان في اصابات كتيره في في في, في المساكين. فبدات العب فخلاص. يعني بقيت يعني بقى بالنسبه لي المركز. مع علي معلول كان جامد قوي برضه. طبعا طبعا جامد طبعا يعني. طبعا يعني. نعم. علي من اللعيبه وتاريخ كبير في النادي الاهلي يعني. صحيح. علي ما تقدرش لازم توفي حقه وتقول عليه من هنا للسنه الجايه كلام. طبعا طبعا. نعم. لعيب كبير واخ وصديق يعني. لعيب كبير وشخصيه جميله يعني. لما كنت بتنقده او بتوجهه في الملعب كان بيتقبل ولا صعب؟ يعني لا يعني علي من اللعيبه الكبار. فهو كان بيعمل معظم الشغل من غير ما اي حد يتكلم معاه يعني. لكن في مواقف طبعا لا يعني كان بيتقمص شويه. بيتقمص شويه. كان بيتقمص شويه يعني. لكن بعد الماتش بنخرج عادي يعني. جميل. يعني بني ادم جميل هو يعني. تقر وتعترف انك لاعب متهور في الالتحامات وتسببت في توريط الاهلي ومنتخب مصر اكثر من مره في مشاكل بسبب الكلام ده؟ لا خالص، مش تهور. راموس متهور. طرد كتير جدا وتسبب في يعني في مشاكل في الملعب كتيره. لكن لا يعني بشوف ان انا مش متهور خالص او مش من اللعيبه المتهوره. بيبقى في مواقف بتبان ان في تهور، لكن لا يعني بتبقى مواقف رجولي نقدر شويه. ليست تهور. لا لا. نعم. تقر وتعترف انك تتحمل مسؤوليه خماسيه سان داونز في 2019؟ لا، الفرق كلها طبعا. الفرق كلها طبعا. ايه اللي حصل يوم خماسيه سان داونز؟ والله يا كابتن يعني الاحداث يعني قبل المباراه احنا سافرنا يعني قعدنا يومين هناك ولعبنا ماتش. وده في يعني الدكاتره كان دايما لما رحنا بعد السنين اللي بعديها يعني كانوا بيقولوا لنا ان احنا على الاقل لازم تبقى متواجد هناك 4-5 ايام على الاقل. يعني عشان تقدر تتعود على الجو هناك وكده. طبعا يعني في تفاصيل صغيره ممكن تتسبب انك تخسر، بس الخساره بخمسه دي طبعا مفيش اي اسباب تقول ان احنا نخسر خمسه او قيمه النادي الاهلي تخسر خمسه. في الاخر احنا كنا بعيد جدا عن بعض يعني. تحس ان في بعد، في تعب، في ماتش كان غريب صراحه. ماتش النسيان، ماتش يعني المفروض لو في حد يقول لك امحي لك من الذاكره هو الماتش ده. ماتش نفسك يتمحي من الذاكره. يعني فعلا ماتش بالنسبه لي سيء يعني. سمعت ان حصل خلاف يومها
ما بين كابتن محمد يوسف ولاسارتي انه طلب منه انه ما يفتحش الملعب والراجل صمم نلعب بالطريقه دي. مش عارف يعني هو ممكن يكون حصل مشكله بس انا مش ما شفتهاش ما حسيناش بيها لكن هو لازارتي دخل بين الشوطين يعني عنف اللعيبه جامد جدا وكابتن محمد يوسف نفس الكلام لان فعلا كنا خارجين الشوط الاولاني 2-0 وكنا ممكن نبقى 5 اصلا الشوط الاولاني يعني صن داونز ضايع كتير جدا الشوط الاولاني بس في الاخر عنف ايه عايزكم تهاجموا عنف لا يعني عنفنا ان احنا يعني الجري بتاعنا يبقى احسن من كده ويعني احنا متخاذلين وفي تخاذل في الملعب ولازم يبقى في جراءه شويه لقدام احنا نزلنا الشوط الثاني اول دقيقتين تقريبا ضربه جزاء علينا فالعامل النفسي وقع شويه ما عرفناش نلم نفسنا يعني بعد ما خسرنا 5 في صن داونز وكان في حاله هجوم شديده جدا 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 حسيت انه الدوري العام بقى من الصعب ان احنا نفوز بيه في الوقت ده؟ طبعا يعني كان صعب جدا وعشان كده بقول لك كابتن شوبير ان الدوري ده من يعني اغلى تاني بطوله في حياتي ده صحيح يعني كانت بطوله صعبه جدا ف يعني كان التحدي كان صعب يعني تقر تعترف انك ممكن دلوقتي توافق على اللعب للزمالك في حاله رحيلك من البنك الاهلي؟ لا يعني ما انت عايز تحافظ على القرش اللي مع النادي الاهلي بالظبط يعني انا واضح تحترم الزمالك جدا لكن انت عندك تراث كبير مع النادي الاهلي طبعا يعني نادي الزمالك نادي كبير وجمهوره جمهور كبير لكن انا طبعا تاريخي في النادي الاهلي احب ان انا دايما اتذكر على اسم النادي الاهلي طيب السؤال الاخراني ده ايه مركب شويه تقر تعترف انك ممكن تحاول العوده للاهلي ولو على سبيل التكريم والاعتزال بعد بين جدرانه بعد رحيل مارسيل كولر اتمنى طبعا نعم يعني اتمنى ده يعني ما انا طبعا مش هطلب ده يعني مش هتقدر تطلب مش هقدر اطلب ده طبعا نعم. لان انا عارف طبعا النادي الاهلي يعني النادي الاهلي بيبقى اهم حاجه هو النادي والفريق فانا ما اقدرش اطلب ده لكن في الاخر طبعا الواحد يتمنى يعني الواحد يتمنى ان هو ينهي حياته طبعا في النادي الاهلي وده كان من طموحاتي ان انا اعملها قبل ما امشي طيب. في النادي الاهلي حلو قوي كنت هكمل لك بقى التركيبه بتاعت السؤال اعتزلت بره النادي الاهلي حابب انك تبقى موجود في النادي الاهلي كادارجي كفني كاعلامي او اي حاجه تنتمي للنادي الاهلي بصله حابب ده طبعا يعني ده بيتي واتشرف ان انا اكون فيه في اي وقت يعني كلاعب كمسؤول كمدرب بعد كده انت مخطط لايه في حياتك ان شاء الله باذن الله بعد ما تبطل الكوره بعد 5 سنين كمان يعني انا كابتن انا لسه ما قررتش يعني لسه ما قررتش ممكن اعمل ايه بعد الكوره لكن يعني الاقرب ليا او الاقرب لقلبي شويه مدرب يعني مدرب ولازم تبقى مدرب على فكره لازم ليه؟ انا بنصحك مدرب التدريب مهنه حلوه وانت ما شاء الله فكرك في الكوره كويس وبني ادم عندك صبر وعندك تاني وعندك احترام وعندك يعني قوه شخصيه كمان محترمه جدا وعندك تاريخ وراك جيد فهتبقى مدرب كويس بس ابدا صح يعني يا ريت تبدا تاخد دراساتك التدريبيه تبدا من تحت صح بالتدريب انا اتوقع انك هتبقى مدرب كويس خاصه انه معظم المدافعين كانوا مدربين كويسين يعني حسام البدري كان مدافع محمد يوسف كان مدافع ضياء السيد كان مدافع كابتن محمد صلاح زمالك كان مدافع وكلهم الحقيقه مدربين كويسين طبعا الذاكره عندي ربيع ياسين كان مدافع طبعا فمعظم المدافعين على فكره بيبقوا مدربين كويسين وحتى على المستوى العالمي يعني فانا اتمنى لك تبقى مدرب كويس يا رب ان شاء الله يعني الله. اتمنى ان انا يعني اخد التجربه بعد تجربه لعيب الكوره لكن انا ان شاء الله يعني لسه قدامي شويه العب فتره كويسه بس خد دراسات وانت بتلعب ما انا يعني بفكر اعمل ده الفتره اللي لازم تعمل ان شاء الله باذن الله اعمل ده باذن الله طب عندنا شويه اسئله حلوه على السوشيال ميديا دايما بنختم بيها لما فيها تحيه للضيوف و ناس بتحبك يعني على الهاشتاج بتاعنا بيتر ده حبيبنا مساء الفل على حضرتك يا شوبير وعلى ايمن اشرف الاصيل حابب اقول لايمن ان اخلاصه للنادي هو جواه وكلامه الايجابي عنه بشكل مستمر محافظ على مكانته في قلوبنا حتى في عدم وجوده في النادي في الوقت الحالي بالتوفيق دايما يا كابتن راجل يعني بيشيد بيك وباخلاصك وباحترامك وبسلوكياتك يعني حبيبي يا بيتر ربنا يخليك يعني طبعا يعني الواحد لو اتكلم من هنا للسنه الجايه مش هيوفي النادي حقه يعني ولا لجماهيره يعني اللي بعد امينه
برضو كانت ضيفتنا قريب امينه. مساء الفل عليك كابتن شبير، ناظر اعلام ودايما متالق، وعلى اللاعب المحبوب كابتن ايمن اشرف. كابتن ايمن، لو رجع بيك الزمن خطوه ما كنتش عملتها؟ لو رجع بيا الزمن خطوه ما كنتش عملتها، لو مفيش خلاص قول مفيش. لا مفيش. لا مفيش، تمام. اللي بعده، سامح عوني. تحياتي كابتن شوبير وكابتن ايمن اشرف، حضرتك لعيب كبير ومحترم جدا، وسعيد الكابتن شوبير مستضيفك في افضل برنامج في الوطن العربي. ما هي البطوله الاغلى ليك مع الاهلي؟ طبعا القاضيه. القاضيه، ما الفرق بين الاهلي واي فريق اخر؟ يعني طبعا النادي الاهلي يعني نادي، يعني اكبر نادي احترافي شفته في حياتي، يعني كميه احترافيه في كل حاجه. وقلت ما عجبك في البنك الاهلي انه قريب في الاحترافيه. قريب في الاحترافيه. هل ستظل تدعم الاهلي؟ طبعا طبعا. اللي بعد، احمد عبد المجيد محمد. مساء الخير كابتن، تحياتي الكابتن ايمن اشرف. سؤالي، هل تعتقد ان الاهلي استعجل في الاغناء في الاستغناء عنك، خصوصا الاهلي محتاج دائما تدعيم خط الدفاع؟ لا يعني انا ما اقدرش يعني اتكلم في النقطه دي، يعني دي كانت وجهه نظر مدير فني، وكان في اداره موجوده بقياده كابتن محمود، واحنا بنحترم كل الناس يعني. والجميل فيك انك لا طلعت ولا علقت ولا اتكلمت ولا هاجمت ولا انتقدت ولا قلت اي حاجه، رغم الواحد بيبقى عارف المراره اللي جوه البني ادم، لكنه هنا عشان كده بقول لك شخصيتك تفرق كتير قوي. طبعا يا كابتن، لان في الاخر خلاص انت مش هتستفاد حاجه بانك تطلع تعمل مشكله. صحيح. او تطلع تنتقد حد، خلاص يعني اللي فات مات، وتبتدي بقى خطوه جديده. فارس ايمن اشرف طلع لعيب؟ لعيب كويس؟ لعيب كويس الحمد لله. عنده كام سنه دلوقتي؟ 7 سنين. دخلته المدرسه في الاهلي ولا لسه؟ يعني بدا. هو بيقلدك كده؟ نفس اللقطه صح؟ نفس اللقطه كده. هو لعيب كويس، وبتمنى ان انا اشوف حاجه كويسه ان شاء الله. انت ساكن فين؟ انا ساكن هنا في الشيخ زايد. طب انت بتمرن فين دلوقتي؟ ما 7 سنين ده بيتمرنوا دلوقتي ولا لسه ما حطوش في حته؟ لا بيتمرن في اكاديميه الاهلي في زايد. بقى كويس، بعمل يعني ان شاء الله يعني يكون في حته كويسه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. خلاص خلصنا ده. اللي بعديه يا جماعه، اللي بعده يا جماعه، الروبي اضغط يا ايمن. اضغط يعني. دي كانت الكلمه اللي بينك وبين الشناوي اظن. انا عندنا على فكره الجمله دي عامه قوي. اللقطه دي احنا كان في بينا قبل الماتش، هو بيقول لي هتقف في الحته دي، وانا اقول له مش هينفع اقف في الحته دي، لازم اقف قدام شويه. أيوه. يقول لي لا هتقف في الحته دي، اقول له يا شناوي مش هينفع. يفهمني. الولد بيجي سريع. كان سان داونز ده؟ كان سان داونز ده في القاهره يعني. كان في السلام. ايوه السلام. ده 2-0. كان 2-0 اللي تعادلنا هناك 1-1. نعم. فبقول له انا، هو رجعني لورا قوي، المفروض ان انا ابقى قدام شويه. لان اللي جاي. فانت رايح تتخانق معاه عشان كده؟ انا رايح اتخانق معاه، لان انا قلت لك ان انا هقف قدام شويه. فهو عايز يرجعني تاني. يعني في الكورنر اللي بعديها، قلت له لا مش راجع، هقف قدام شويه. مصلحه الفريق. انا عارف ان الولد الفرويد جاي بسرعه على القريبه. فانا لازم اخد قبله. بص اهي. ايوه انا المفروض كنت ابقى قدام شويه. وانت كنت لابس برضو عيني بتاع في دماغك. كنت متعور. ده كويس ان انا ما جاش في دماغك. لا الحمد لله. كانت ممكن تخش. لو جت كانت غيرت اتجاه. طبعا. فاهو. بس حوار حلو يعني، حوار كرة حلو. حوار حلو وكان في مصلحه الفريق. حلو قوي. طيب ناخد اللي بعده في السوشيال ميديا يا جماعه. كنت بضحك على الشناوي هنا ليه؟ بياخد انذار. لا ده اللي كنت بضحك عليه علشان الحكم بيتكلم معاه، فبقول له مش سامعك. الجمهور كان كنا في رادس في الترجي، فهو بيقول له مش سامعك وكده، فبيتكلم معاه بالعربي، فانا ضحكت يعني. الشناوي بيتكلم بالعربي. وهو راجل انجليزي ده جنوب افريقيا. فانا بضحك. كنت مستغرب من رد فعل الراجل، كان عنيف قوي. ساعتها اداله انذار. الناس بقى خدتها ان انا يعني بضحك، ان في حد بيزعله يعني. جاي عليه اليوم يعني. يلا نكمل يا جماعه السوشيال ميديا، ناخد اخر 3 اسئله. يلا. مها محمد. مساء الجمال كابتن شبير، تحياتي الكابتن ايمن اشرف المحترم الخلوق، كلنا بنحبك حتى وانت مش معانا. اعتقد الحاجات دي بتسعدك قوي. طبعا يعني الواحد يعني اوقات بحس ان انا لسه بلعب في النادي الاهلي يعني. في الشارع الناس كلها بتقدم كل احترام وموده يعني، ودايما بيتكلموا معايا بشكل محترم جدا، وانا ببقى مبسوط بده. عشان انت تستحق ده. اللي بعده،
فتحي. مساء الخير ايمن، اشرف من ارجل الناس اللي ارتدت تيشيرت الاهلي. هل الكابتن ايمن مفتقد الشناوي على طول؟ كانوا بيقول له اضغط يا ايمن. طبعا مفتقد اللعيبه كلها يعني، مفتقد طبعا طبعا يعني زمايلي كلهم يعني بحبهم كلهم، وكلهم يعني ناس جميله يعني بصراحه، كلهم بيحبوك الحقيقه. اخر يلا رساله دكتور حسين موسى. مساء الفل على كابتن شوبير، حابب اقول رساله لايمن اشرف. انا والدتي من كتر ما كانت بتشجع ايمن اشرف من اول ما لعب مع الاهلي كانت تدعي له اكتر ما بتدعي لي، تحبه جدا وتحب اصراره في الملعب وروحه وعزيمته. اظن دي لما تبقى دعوه ام كده بالنسبه لك تبقى مسك الختام بالنسبه لنا النهارده. طبعا يعني طبعا بالنسبه لي دي حاجه، طبعا حاجه افتخر بيها ان والدته بتدعي لي، وربنا يبارك له فيها يا رب، وبوصي عليها يعني، بوصي عليها. توصي عليها طبعا. نورتنا ايمن، اشكرك شكرا جزيلا، ودايما كده مستحوذ على حب الناس وعلى قلوبها، لانك باختصار كده بني ادم محترم. ربنا يخليك يا كابتن شوبير، انا مبسوط ان انا كنت مع حضرتك النهارده، وبتمنى لك التوفيق في حارس الاهلي. الله يخليك، يعني حاجه جميله بصراحه، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه. نورتنا وشرفتنا يا ابني. شكرا. بشكرك شكرا جزيلا. بشكركم اعزائي المشاهدين. عايزين حاجه؟ سلام عليكم.